أنت غالبا تعلم هذا الإحساس عندما يلفظ هاتفك رنته الأخيرة ويتوقف في منتصف المكالمة. في تلك اللحظة ربما تشعر أنك تريد رمي بطاريتك بعيدا بدلا من مدحها، ولكن البطاريات هي انتصار للعلم. إنها تسمح للهواتف الذكية والتقنيات الأخرى بالوجود بدون تثبيتنا بجحيم أسلاك الطاقة. ولكن حتى أفضل البطاريات تفرغ يومياً وتفقد ساعتها ببطء حتى تنتهي نهائياً. إذن لماذا يحدث هذا؟ وكيف بطارياتنا تخزن كل هذه الشحنات في المقام الأول؟ البداية كانت حوالي عام 1780 مع عالمين إيطاليين لويجي غالفاني وأليساندرو فولتا وضفدع. تقول الأسطورة أنه بينما كان غالفاني يدرس رجل ضفدع، مس أحد أدواته المعدنية بأحد أعصابها، ما جعل عضلات الرجل تنتفض. سمى غالفاني هذه بالكهربية الحيوانية، معتقداً أن هذه الكهرباء مخزنة في مادة الحياة. لم يوافقه فولتا الرأي، قائلاً بأن المعدن نفسه هو الذي جعل الرجل تنتفض. الجدال حسم في النهاية بتجربة فولتا المبتكرة، فقد اختبر فكرته عن طريق رص طبقات من الزنك والنحاس بالتبادل مفصولة بواسطة ورق أو قماش منقوع بمحلول ملحي. ما حدث في خلية فولتا هو ما يسميه الكيميائيون الآن التأكسد والاختزال. فالزنك يتأكسد ويفقد إلكترونات، التي في المقابل يتم اكتسابها بواسطة الأيونات الموجودة في الماء بعملية تسمى الاختزال، منتجة غاز الهيدروجين. ولقد صعق فولتا عند علمه بهذا، فقد كان يظن أن التفاعل يتم في النحاس وليس المحلول. ومع ذلك فنحن نكرم اكتشاف فولتا اليوم بتسمية الوحدة القياسية لفرق الجهد الكهربي الفولت. دائرة الأكسدة والاختزال تنتج سيلاً من الإلكترونات بين مادتين، وإذا وضعت مصباحاً أو مكنسة كهربائية بينهما ستمدهما بالطاقة. منذ القرن 18 والعلماء يحسنون تصميم فولتا، استبدلوا المحلول الكيميائي بخلايا جافة محشوة بعجينة كيميائية، ولكن ما زال المبدأ كما هو. يتأكسد المعدن ويرسل إلكترونات للقيام بالأعمال قبل أن تستعاد بواسطة مادة يتم اختزالها. لكن بأي بطارية كمية محدودة من المعدن، وعندما يتأكسد معظمها تفرغ. لذا البطاريات القابلة لإعادة الشحن توفر لنا حلاً مؤقتاً لهذه المشكلة بجعل الأكسدة والاختزال قابلين للانعكاس. تتدفق الإلكترونات بالاتجاه المعاكس. بتوصيل الشاحن تنسال الكهرباء من مخرج الحائط وتقود التفاعل ليجدد المعدن. تتدفق الإلكترونات باستخدام الكهرباء ويصبح المزيد منها متاح للأكسدة. ولكن حتى البطاريات القابلة للشحن لا تدوم للأبد. بتكرار هذه العملية ينتج تشوه في السطح المعدني يمنع حدوث الأكسدة بشكل صحيح. فالإلكترونات لم تعد متاحة للسريان عبر الدائرة وتفرغ البطارية. بعض البطاريات تنتهي بعد عدة مئات من المرات فقط من دورات الشحن التفريغ، بينما البطاريات الأكثر تطوراً قد تظل تعمل بكفاءة لآلاف المرات. بطاريات المستقبل قد تكون شرائح خفيفة ونحيفة تعمل بمبادئ الفيزياء الكمية وتدوم لمئات الآلاف من دورات الشحن. ولكن حتى يجد العلماء الطريقة لاستخدام الحركة لشحن بطارية هاتفك، أو يقومون بتركيب ألواح طاقة شمسية في الجهاز، فتوصيل شاحنك في الحائط بدلاً من استخدام بطارية لشحن أخرى هو الحل الأمثل لتجنب الانقطاع المفاجئ. اشترك في هذه القناة ولا تفوت الفرصة لتعلم أشياء جديدة.